السلام عليكم. الفيديو بتاع النهاردة هبدأ أعمل سامري للإلكتريك فلكس وجاوسز لو اللي هو شابتر 24 في سروي التكست بوك اللي احنا شغالين منه. بالنسبة للقوانين اللي أنا هتعرض ليها، طبعا أنا هعمل السامري بتاعي بالطريقة المعتادة، إني هحط الأفكار بتاعتي والقوانين كلها في صفحة واحدة، وهنعمل الكروت بتاعتنا وهقول الحاجات اللي احنا محتاجين نحفظها. وبعد كده لو الحاجات دي حفظناها هتلاحظ ان بقية القوانين كلها متشابهة، وبالنسبة لي هبين لك ازاي كلهم نقدر نستنتجهم بمنتهى البساطة، يعني مش محتاجين نحفظ كتير. فهيبقى هدفي مش اني اقول لك المعادلة جوه شكلها كده وبره شكلها كده، جوه شكلها كده وبره شكلها كده وخلاص، لا انا هحاول ابين ازاي كل الايكويشنز دي شبه بعض، وانا بعرف اجيبهم من بعض ازاي، وازاي بتاكد اني بقدر اجيب الالكتريك فيلد مثلا في خطوه واحده وابقى متاكده ان انا جايبه صح. تعالوا نبدا باول كارت معانا. اول كارت هيتكلم من البدايه خالص على الالكتريك فلكس او الفيد الكهربي. طب الفيد ده او الفلكس بحسبه فين؟ لازم ابقى عارف اني بحسبه اوفر سيرفس، لازم يكون في اريا او سطح بحسب الفلكس عليه. طب هحسب ايه بالظبط؟ هحسب النمبر اوف الكتريك فيلد لاينز، فاحنا بنتكلم على عدد خطوط المجال، يبقى احنا بنتكلم على سكيلر، يعني كمية قياسية، يعني 3 5 7 10 20، مفيش دايركشن، مفيش اتجاه. اللاينز دي لازم تكون كروسنج السيرفس، لازم تكون هتقطع السيرفس، لو هي مشيت بارلل موازية للسطح يبقى هيبقى فيه زيرو فلكس على السيرفس بتاعي. وكمان لازم علشان اعبر عن الفلكس محتاج اشوف اللاينز اللي في الاوت دايركشن، يعني خارجه من السيرفس ده. طب ازاي هفرق بين اللي جوينج اوت اللي خارجين واللي جايين على السيرفس ان؟ هنلاحظ ان احنا نقدر نفرق بالساين او الاشاره بتاعه الفاي. لو الفاي بوزيتيف يبقى ده معناه ان اللاينز جوينج اوت خارجه من السطح ده فعلا، ولو هو نيجاتيف يبقى ده معناه ان اللاينز داخله على السطح ده. طب هنحسب الفلكس ده ازاي؟ الايكويجن اللي بستخدمها عشان احسب الفلكس، لو انا بحسب على open surface يعني سطح مفتوح وflat يعني مستوي زي مثلا الورقه دي، هتلاحظ ان احنا عرفنا حاجه اسمها الاريا فيكتور، متجه المساحه. الاريا فيكتور ده بيكون في الاوت دايركشن، بيشاور لي على الاوت ان هو لفوق كده، وبيكون نورمال على السيرفس اللي انا بحسب عليه، يبقى انا هعمله نورمال على السيرفس في الاوت دايركشن. فلو جاي لي الالكتريك فيلد هو اللي باللون الاورنج ده وعامل انجل اسمها ثيتا مع الاريا فيكتور، هتلاقي فيه ايكويشن ظريفه قوي بتقول لك ان الفلكس هو اي دوت اي، اي دوت اي دوت ده سكيلر برودكت، حصل ضرب قياسي بيتفك ازاي؟ الماجنتيود بتاع الفيكتور الاول اللي هو الالكتريك فيلد في الماجنتيود بتاع الفيكتور الثاني اللي هو الاريا في كوزاين ثيتا، والثيتا دي هنا خلي بالك ان هي الانجل زي ما احنا شايفين من الرسم كده ما بين الاريا فيكتور اللي هو بيكون نورمال على السيرفس والالكتريك فيلد اللي هو جيفن وموجود معايا. طيب بعد ما حسبت الفلكس على اي اوبن سيرفس، هل في حاله ثانيه ممكن تقابلني؟ ايوه، ممكن اكون بتعامل مع كلوزد سيرفس. ايه هو الكلوزد سيرفس ده؟ اللي هو السيرفس ال 3 دايمنشنال، مثلا سفير او كيوب او كوره او اسطوانه او الحاجات الثلاثيه الابعاد، السيرفس بتاعي لف وقفل على نفسه. فيا ترى الفلكس في الحاله دي هيكون بيساوي ايه؟ الفلكس هتلاقيه ريليتد ومرتبط بالتشارج انسايد، كيو ان دي هي الشحنه او التشارج اللي جوه هذا السيرفس. انا لو بحسب الفلكس على كلوزد سيرفس، وساعات بنعملها سي اس هنا، بدور على التشارج انسايد السيرفس ده وبقسم على ايبسلون نوت. طب مين هو ايبسلون نوت؟ ايبسلون نوت ده طبعا البيرميتيفيتي بتاعه الفري سبيس او معامل سماحيه الفراغ، ده كونستانت بيكون جيفن، يبقى انا مش هشيل هم الابسلون نوت، ده كونستانت بيكون جيفن. يبقى انا لو عندي اي كلوزد سيرفيس اقدر اجمع التشارج انسايد واقسم على ابسلون نوت. لو عندي مثلا سفير زي كده ولقيت ان في تشارج واقعه اوتسايد السفير دي، فبمنتهى الثقه اقدر اقول ان الفلكس على السفير او على الكوره دي زيرو. ليه الفلكس هيكون بيساوي زيرو؟ لان اي الكتريك فيلد لاين خرج من التشارج اللي بره او الشحنه اللي بره دي، هتلاقي اللاين ده مره دخل فعمل لي نيجاتيف فلكس، وكمل وخرج من الناحيه دي فعمل بوزيتيف فلكس. اي لاين كده
هيقطع السيرفس، وهو داخل هتلاقيه عامل نيجاتيف فلكس وهو خارج عامل بوزيتيف فلكس، وبالتالي الفلكس اللي بيتحسب هنا هو النت فلكس او التوتال فلكس. اوكي، يبقى النت فلكس او التوتال فلكس هيبقى مرتبط بالشحنه انسايد على ابسلون نوت، وما دام ما فيش تشارج انسايد السيرفس ده يبقى التوتال فلكس عليه لازم هيساوي زيرو. لو جينا نكتب جنرال فورم او اكويجن عامه للفلوكس، اي سيرفس بقى يكون بيلف يكون الالكتريك فيلد ما هوش كونستانت عليه او ما هوش ثابت عليه، هتلاقي نفسك محتاج تعملها بالانتجريشن. اللي احنا قلنا فكره الانتجريشن اللي هي التجميع، هنجمع على السيرفس. طب هنجمع ايه؟ نقدر ناخد حته اريا صغيره نسميها دي اي، ونعمل دوت برودكت ما بين الاي دوت دي اي، ونجمع بالانتجريشن. طبعا الاكويجن دي يعني ايكويشن وهميه وصعبه شويه، هنلاقي ان احنا مش هنحتاج نستعملها في اغلب الاحوال، لكننا هنستخدم الايكويشنز الاولانيه. طيب لو جينا ناخد مثال زي كده وبيقول لي رانك الالكتريك فلوكس، يعني رتب، رانك يعني رتب الالكتريك فلوكس على السيرفيسز اللي قدامنا دول، ده مسميه ايه؟ ده بي، ده سي، ده دي، من اللارجست تو سمولست. مين اكبر واحد هيبقى عليه فلوكس؟ مين اقل واحد عليه فلوكس؟ هنا مثلا لما نيجي نحل اول واحد عندي تشارج كيو، يبقى الكوره دي هيبقى عليها كيو ديفايدد باي ايبسيلون. عندي هنا كيو يبقى كيو ديفايدد على ايبسيلون. عندي هنا سلندر وجواها 3 كيو يبقى 3 كيو على ايبسيلون. طب هنا التشارج اوتسايد، يبقى انا عندي هنا زيرو فلوكس، مفيش اي حاجه انسايد، اي تشارج اوتسايد مش باخدها معايا في الاعتبار، يبقى اكبر واحد هو ده والاثنين دول ايكوال، واقل واحد هو اللي اسمه دي. طيب جاوس لو قال لنا ايه؟ اللي عمله جاوس انه قال لك طيب انا دلوقتي اقدر احسب الفلكس على اي كلوزد سيرفيس، يبقى جاوس خد كلوزد سيرفيس وحسب عليه الفلكس بطريقتين، مره بالطريقه بتاعت الانتجريشن بتاعت اي دوت دي اي اللي اتكلمنا عليها من شويه، ومره بانه الفلكس على اي كلوزد سيرفيس المفروض يكون سيجما كيو انسايد على ابسلون. طب ايه الهدف من جاوس لو وعامل القانون بتاعه ده ليه، واحنا هنستخدمه في ايه؟ هنستخدمه تو جيت الماجنتيود بتاع الالكتريك فيلد، تو جيت الماجنتيود بتاع الالكتريك فيلد. جاوس زعل مننا ومشي. طيب نشوف الكارت الثاني اللي معانا هيتكلم على ايه. الكارت الثاني بيعرفني الاريا والفوليومز بتاعت الاشكال المختلفه، ودي محتاجين نراجعها مع بعض بسرعة كده علشان هنحتاجها كتير في وإحنا شغالين مع جاوس. لو أنا عندي أي سفير كورة والراديوس بتاعها اسمه R، فهتلاحظ إن أنت الأريا اللي هي الأريا اللي بره دي اللي بتلمع المنورة دي بتكون أكبر من باي آر سكوير، لأنها ما هيش مساحة فلات، ده أنا بدور على الكيرف، ده كيرف سيرفيس بيكون 4 باي ار سكوير، يبقى السيرفيس اريا بيظهر لنا فيها هنا 4، ما تنساهاش 4 باي ار سكوير، والفوليوم طبعا محفوظ 4 على 3 باي ار باور 3. ده بالنسبه لاول شكل محتاجين نبقى حافظينه اللي هو السفير. طيب لو هنتكلم على تاني شكل اللي هو السلندر، هفرض ان انا السلندر بتاعتي ليها راديوس ار وليها هايت اسمه اتش، وعايز احسب السايد اريا المساحه الجانبيه بتاعت السلندر دي او الاسطوانه دي. طب المساحة الجانبية دي تعملها ازاي؟ لو تخيلت ان انت قصتها وفردتها، عشان الناس اللي ما بتحبش تحفظ، هتلاقي ان هيطلع لك طول هنا هو ال 2 باي ار، اوكي، والهايت او الارتفاع بتاعنا هو اتش، وبالتالي السايد اريا، السايد اريا اللي انا بدور عليها هتطلع 2 باي ار في الاتش. طب الفوليوم، الفوليوم دايما بتاع اي سلندر هو الكروس سكشن اريا، مساحه المقطع الكروس سكشن اريا، ودي شكلها سيركل او دايره دلوقتي، يبقى هيبقى عندي باي ار سكوير في الهايت، يبقى الكروس سكشن اريا تايمز الهايت، ده هو الفوليوم. طيب هل عندنا اشكال تانية؟ ايوه، بيكون عندي شيلز اللي هي القشره الكرويه والاسطوانيه، السفيريكال شيل والسلندريكال شيل. السفيريكال شيل هي عبارة عن كورة، خلاص أنا رسمة نصها بس دلوقتي، هي كأنها كورة كاملة، هسمي الأوتر بتاعها دايما بي، وهسمي الإنر بتاعها إيه، أوكي، فهي كورة كاملة وأنا شايل من قلبها سفير أو كورة ليها راديوس إيه، دي بنسميها سفيريكال شيل. يا ترى الفوليوم بتاعها هنا، محتاج هنا الفوليوم بس، محتاج الفوليوم بتاع الجزء ده
الفوليوم ده هيبقى عباره عن الكوره الكبيره اللي هي ليها ريديوس بي ماينس الفوليوم بتاع الكوره الصغيره اللي ليها ريديوس ايه، فهيطلع الشكل ده، فوليوم كوره ماينس فوليوم كوره تاني. طب لو جينا نتكلم بقى على السلندريكال شيل، السلندريكال شيل هيبقى شكلها برضو هسمي دايما الانر ايه والاوتر بي، اوكي هثبت الاسامي بتاعتي بس هو الايه البي كبر شويه. وعايزين نحسب الفوليوم برضو، فالفوليوم هتلاقي ان انت برضو الكروس سكشن اريا، كروس سكشن اريا دايره ماينس دايره، سيركل ماينس سيركل، والهايت بتاعنا هنسميه اتش، فنقدر نقول ادي الاريا بتاعت السيركل الكبيره باي بي سكوير، والسيركل الصغيره باي اي سكوير، والهايت اللي هو الاتش. يبقى المعادله بتاعت السلندر دايما دايما وانا بحسب فوليوم هو عباره عن كروس سكشن اريا، اشوف الفوليوم او الشكل اللي عندي الكروس سكشن اريا بتاعته ايه، واعمل تايمز الهايت او بضرب في الهايت اللي انا عايزه. طيب اخر تارت معانا اللي هو الابلكيشنز او التطبيقات بتاعت جاوس. انا بقى عايز اطلع الالكتريك فيلد، عايز احسب الالكتريك فيلد بسبب ثلاث اشكال اساسيين اللي هم سفيريكال وسلندريكال او واير والانفينيت بلين او الانفينيت شيب. تعالوا نثبت الثلاث معادلات الاساسيين دول، دول ثلاث معادلات انا بسميهم ثلاث معادلات اساسيه ومهمه جدا. هثبتهم الاول وبعدين هوريك ازاي من خلال الثلاث ايكويشنز دول هطلع كل الايكويشنز اللي باقيه معانا. اول حاله السفيريكال فوليوم، السفيريكال فوليوم عندي كوره والكوره دي كلها اتشارجد، اوكي، وعايز احسب الالكتريك فيلد اللي جاي من الكوره دي، فانا عارف الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد، الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد بيكون في اتجاه الراديوس بالمنظر ده، وبعدين عايز احسب فهجيب جاوس سيرفيس واحطه فوق الكوره دي، اتخيل ان في جاوس سيرفيس بالمنظر ده. هتلاحظ ان الاريا فيكتور بسبب السيمتري دايما في نفس الدايركشن مع الالكتريك فيلد، وبالتالي الانتجريشن اللي هو في بدايه جاوس اي دوت دي اي، الانتجريشن ده هيوصلك لشكل سهل قوي ان انت بتضرب الالكتريك فيلد في الاريا بتاعت جاوس سيرفيس اللي هو هنفرض ان الراديوس بتاعه اسمه ار، فهيطلع لنا الالكتريك فيلد في الاريا بتاعت جاوس بيساوي التشارج انسايد مقسومه على ابسلون. طب لو قسمنا على 4 باي ار سكوير هتلاحظ ان هيجي لك في الدينوميريتور 1 على 4 باي ابسلون نوت، دي كلها على بعضها اقدر اقول انها بتساوي كي اي. انا كنت عارف الشكل ده قبل كده هو كي اي اللي هو قيمته كام؟ 9 في 10 تو ذا باور 9. فانا هحاول اوصل الايكويشنز بتاعتي كلها فيها الشكل بتاع كي اي، يبقى دي اول ايكويشن عرفتها بالنسبه للاشكال الكرويه السفيريكال كلها، وهسميها very important equation، وهوريك دلوقتي الايكويشن دي ازاي هجيب منها كل الحاجات الكروية. طيب بالنسبة للسلندر او الواير، اوكي الواير طويل ممتد، فالالكتريك فيلد بيكون في اتجاه الراديوس وهوريزونتال، هاجي اخد جاوسيان سيرفيس حواليه سلندر ليها راديوس ار وليها هايت اسمه اتش. الالكتريك فيلد اللي ماشي هوريزونتال او افقي ده مش هيعمل فلكس على البيز اللي فوق ومش هيعمل فلكس على البيز اللي تحت، لكنه هيعمل فلكس على السايد اريا بس، وبالتالي الفلكس لما نيجي نحسبه هنلاقي ان احنا هنضرب الالكتريك فيلد في السايد اريا فقط بتاعه الجاوسيان سلندر دي. طب السلندر كنا لسه متفقين على ان السايد اريا بتاعتها بعمله ازاي، لو قصيته وفردته وبتاع هيطلع 2 باي ار او السيركمفرنس في الهايت، والكلام ده المفروض هيساوي ايه؟ التشارج انسايد. طب انا واخد التشارج انسايد السلندر كام؟ لامدا مضروبه في الاتش. طبعا اقدر اعمل كانسل للاتش هنا مع الاتش هنا، طيرهم مع بعض واقسم، هيطلع لي الشكل ده، شكل مشهور قوي للانفينيت واير او اللونج واير، بيطلع لامدا على 2 باي ار ابسلون. ولو حاولت اكتب الشكل ده برضو بدلاله كي اي، وانا فاكر كي اي زي ما قلنا بتكون 1 على 4 باي ايبسلون نوت، وانا عندي هنا 2 باي ايبسلون نوت بس، فهيطلع شكله 2 كي اي لامدا على ار. فالشكل ده برضه ساعات بيكون ايه السبستيتيوشن او التعويض فيه
اسهل من بتاع باي وابسلون نوت وبتاع، فالشكلين سهلين وممكن ابقى حافظ ده وده، فالشكلين دول انا هسمي المنظر ده برضو very important equation، وهنشوف هنستخدمها ازاي. نشوف بعد كده الشكل الاخير في التطبيقات والابلكيشنز بتاعت جاوس اللي هو الانفينيت شيت او الانفينيت بلين. هنا انا عندي سيرفيس، فالسيرفيس ده تشارج بسيجما، سيرفيس تشارج دنسيتي اللي هي التشارج اللي موجوده في 1 متر من السيرفيس ده، وبالتالي الشيت اهو الاصفر ده هو ده التشارج سيرفيس، والالكتريك فيلد خارج نورمال عليه اللي هو معمول باللون البرتقاني ده. وبعدين تخيلت ان انا خدت جاوسيان سيرفيس اللي هي السيلندر الخضراء دي حواليه، فهتلاحظ هنا ايه؟ هتلاحظ انه ده هو دلوقتي الالكتريك فيلد ماشي بارلل او ماشي موازي للسايد اريا. يبقى السايد اريا مش هي اللي هتظهر معايا وانا بحسب الفلكس، ده اللي هيظهر معايا وانا بحسب الفلكس التوب اريا لو هي اسمها ايه، والبوتوم او القاعده اللي تحت دي اسمها ايه برضه. يبقى انا لما اجمع على الاسطوانه دي اللي هيتبقى معايا هو الالكتريك فيلد في الاريا من فوق والالكتريك فيلد من اريا من تحت، يبقى هيطلع 2 اي اي، ده هو التجميع بتاع الفلكس على السلندر، والسايد الجانبي مفيش عليه فلكس. طب التشارج انسايد هتبقى كام؟ اه ما انا واخد حته من الشيت ده الاريا بتاعتها ايه، فبنضرب السيجما في الايه. ليه؟ لان السيجما هي التشارج اللي موجوده في 1 متر سكوير. يبقى لو عايز تحسب التشارج اللي موجوده في ايه هتلاقي نفسك محتاج تضرب السيجما في الايه. لو شلنا الايه مع الايه وحسبنا الالكتريك فيلد دي تو انفينيت شيت او انفينيت بلين او شيت كبير او وايد، كل المعاني دي نفس الحاجه، هنسمي دي هي ثالث فيري امبورتنت ايكويجن معانا. اوكي، واللي هي سيجما على 2 ابسلون نوت، دي لازم ابقى حافظها حافظها حافظها. طيب ازاي من الثلاثه ايكويشنز دول اللي هو انا قلت الاشكال السفيريكال بيطلع الشكل ده تي كيو على ار سكوير، السلندريكال او الانفينيت واير طالع تي كي 2 كي اي لامدا على ار، الانفينيت لين طبعا ما عندناش منه حالات، لكن السفيريكال والسلندريكال هم اللي عندنا فرح كبير قوي واشكال كتيره قوي اللي هي الشيل والسيرفس والفوليوم مليون الف حاجه. ازاي هطلع كل الايكويشنز دي؟ هقول لك بقى دلوقتي ان انا عامله حاجه اسمها الصحرز ميثود. اوكي، زي ما جاوس كده سمى السيرفس بتاعه جاوسيان سيرفس، انا سميت الميثود دي الطريقه الصحريه اللي هي جايه من صحر اللي هو اسمي طبعا، او ممكن تقول السحريه ان هي ماجيكال. اوكي، من ناحيه الماجيك او من ناحيه اسمي. طب انا هستخدم الطريقه دي علشان اجيب الالكتريك فيلد ان وان جو، عايز اجيب الالكتريك فيلد في خطوه واحده لاي شكل اشوفه قدامي، وهبدا بالاشكال السفيريكال هوري لك انا بطبقها ازاي. هي هتبقى فائدتها في الحقيقه انك تقدر تعمل تشيك على الانسر بتاعك لو انت عملت خطوات ووصلت لشكل الكتريك فيلد في الاخر، تقدر تبص عليه وتقول اه ده صح فعلا هو هيطلع كده، او لو عايز تجيب الالكتريك فيلد على طول بسرعه تقدر تجيبه بالطريقه اللي انا هقول لك عنها. دلوقتي انا هتخيل ان انا معايا تو شيلز، يعني مش شيل واحده بس، انا عندي تو شيلز والقشرتين دول راكبين ورا بعض كده. فعندي هنا رو 1 في دنسيتي تشارج دنسيتي رو 1 اللي هي التشارج بير متر كيوب، كثافه الشحنه الحجميه هنا رو 1 ماليه من ار 1 لار 2، وراها شيل ثانيه اتشارجد برو 2، وبعدين عايز اجيب الالكتريك فيلد. طبعا انا عندي هنا ريجونز كتير قوي، هجرب معاك اول ريجون ان انا عايز احسب عند ار اقل من ار 1. لو عايز احسب عند ار اقل من ار 1 هاجي اقول طب هي الايكويجن اللي انا بستخدمها في الحالات السفيريكال هي ايه؟ خدت جوز سيرفيس ليه ريديوس اسمه ار، كتبت الايكويجن بتاعتي اي سفيريكال بيساوي كي كيو انسايد على ار سكوير. طب كيو انسايد بكام؟ مفيش كيو انسايد، كيو انسايد بزيرو لان انا جوه هنا في هواء فاضي، الشحنات موجوده من اول الجزء ده موجوده كمان في الجزء ده، لكن جوه هنا في هواء، بالتالي كيو انسايد بزيرو فالالكتريك فيلد بزيرو. طبعا واحد هيقول لي هو انا محتاج اصلا طريقه سحريه ولا مش سحريه عشان اجيب دي؟ ده دي اسهل حاجه، انا خلاص اقدر اجيب دي من غير حاجه. طيب نشوف ريجن ثاني اصعب شويه،
هنبدأ ناخد ما بين R1 وR2. هاجي اخد جو السيرفس ما بين R1 وR2 وهسمي الريديوس بتاعه R، وهكتب نفس الإيكويجن اللي أنا ببدأ بيه. أوكي، E عند النقطة اللي اسمها R، لو أنا بحسب الإلكتريك فيلد هنا، خدت جو السيرفس بيعدي بيه. بتحسب إيه وبتركز على إيه بعد ما بتكتب الإيكويجن دي؟ بتبدأ تركز على إنك تحسب بقى Q inside جو السيرفس اللي أنت خدته ده. طب فين التشارج اللي هتبقى موجودة inside هنا؟ آه لا، ده أنا عايز أحسب شوية التشارج اللي موجودين هنا. طب هو ده الديستريبيوشن او توزيع التشارج معتمد على رو، يبقى رو لازم اضربها في فوليوم، اضربها في الفوليوم ده. طب الفوليوم ده هيبقى عباره عن ايه؟ الكوره اللي هي بتاعه جاوس ماينس الكوره اللي هي ليها راديوس ار 1. فهتلاحظ ان انا كاتبه هنا فوليوم بتاع جاوس، الفوليوم بتاع الكوره اللي جوه، يبقى انا جبت الفوليوم اللي فيه التشارج وضربت الرو في الفوليوم، ضربت رو في فوليوم. كده انا مطمن ان لما بضرب رو في فوليوم الشيء اللي عندي ده اليونت بتاعته كولوم، وهو ده اللي بيظهر هنا، والالكتريك فيلد دايما شكله كي في التشارج على ار سكوير لاي شكل سفيريكال. طيب نجرب واحده تانية، شكل تاني ريجون كمان، نشوف لو احنا عايزين نحسب عند الريجون اللي هي ما بين ار 2 وار 3. خدت الريجون دي، خدت جو السيرفس بتاعي دي راديوس ار، هكتب الايكويجن كي اي كيو انسايد على ار سكوير، هي هيها، انا متوقع ان لازم هيطلع شكلها الشكل ده. بس يا ترى الكيو انسايد في الحاله دي هتبقى كام؟ طب جمع التشارج اللي في الجزء ده، هيبقوا عاملين رو 1 في كورتين، كوره واقفه عند راديوس ار 1 اللي هو لحد هنا، والكوره الثانيه ليها راديوس ار 1، هطرح الحدود هنا والفوليوم ده هضربه في رو 1، يبقى ده اول شويه تشارج موجودين معايا، بلس لسه في شويه تشارج كمان اللي هم في الازرق ده. هاخدهم ازاي؟ رو 2 ده بقى هنا في دنسيتي ثانيه. طب انا هقف عند فين؟ هقف عند جاوس طبعا، وهاخد كوره ماينس كوره، بس الكوره الكبيره هي بتاعه جاوس، والكوره اللي هنا هتبقى عند راديوس ار 2 زي ما احنا شايفين. طب لما اعوض واحسب الحسبه دي كلها بالروهات بقى، سواء الرو دي بوزيتيف او نيجاتيف او اي حاجه، خلي بالك يعني رو ممكن تبقى بوزيتيف او نيجاتيف او اي ساين، بعوض هنا بالساينز. اوكي، اطلع الالكتريك فيلد، لو الالكتريك فيلد طلع بوزيتيف يبقى هو في الار، انا عارف ان هو في اتجاه الريديوس بس هو في الاوت دايركشن، ولو طلع نيجاتيف، ولو طلع نيجاتيف يبقى هو في الار هات برضه في الريديوس بس في الان دايركشن، يعني داخل على السنتر، بدل ما احنا بنرسمه دايما خارج، لا ممكن لو عوضت بالرو 1 ورو 2 واحده منهم تكون بوزيتيف والثانيه تبقى نيجاتيف ولا حاجه، تلاقي ان التوتال الكتريك فيلد، ما هو ده اللي بيطلع لك التوتال الكتريك فيلد، تلاقيه يطلع نيجاتيف، ده معناه ان هو رايح للسنتر بتاع الشيل. طيب نيجي دلوقتي للفيمس فورمولاز او المعادلات المشهوره والاشكال المشهوره للسفيريكال شيبس اللي احنا المفروض عملناها وعارفينها، ان عندي سفيريكال سيرفيس، عندي ثلاث اشكال سفيريكال سيرفيس، عندي سفيريكال فوليوم يعني حجم كروي، سطح كروي، وعندي السفيريكال شيل اللي هي القشره الكرويه. انا هفرض دايما ان الراديوس هنا اسمه ار كابيتال، وهنا اسمه ار كابيتال برضه، وهنا الانر اسمه ايه والاوتر اسمه بي بالنسبه للشيل، والتشارج موجوده في ما بين الاي والبي بالمنظر ده. لما تيجي تبص اول حاجه هتلاحظها في الثلاث اشكال الكرويه، ان انت دايما لما انت بره الشكل خالص هنا، لو احنا ار اكبر من ار كابيتال طالع لي كي كيو على ار سكوير، لو احنا ار اكبر من ار كابيتال طالع كي كيو على ار سكوير، لو احنا ار اكبر من بي اللي هو بره خالص طالع كي كيو على ار سكوير. اللي فارق بس هو ايه؟ هي يا ترى الكيو دي اللي هي التوتال تشارج اللي موجوده هحسبها ازاي؟ لو هي انا شغال مع سيرفس فيبقى انا عارف ان انا عندي سيجما، يبقى اضرب السيجما في الاريا للتشارج، يبقى الكيو دي المفروض تبقى سيجما في 4 باي ار سكوير لو عايز احسبها بالسيجما، لكن لو هو مدهاني بالكيو يبقى الدنيا هتبقى سهله معايا. طبعا الحاله بتاعت لو انا جوه السيرفس ار بزيرو دي مش محتاجين ايه نحفظها ولا حاجه، دي معروفه. طب هنا لما نتنقل على السفيريكال فوليوم، السفيريكال فوليوم يا ترى الكيو توتال بتاعته احسبها ازاي؟ يا اما يكون مديني توتال تشارج على الكوره كلها وخلاص ويريحني، يا اما يكون مديني رو ان الكوره دي تشارجد ب فوليومتريك تشارج دنس، يبقى الرو هي التشارج اللي موجوده في 1 متر كيوب. رو هي التشارج اللي موجوده في 1 متر كيوب، يبقى انا لما يكون عندي فوليوم 4 على 3 باي ار كيوب
هتلاحظ ان التشارج فيه كام، تقدر تحسبها بالكروس مالتيبليكيشن، هتلاقي نفسك لازم تضرب رو في فوليوم، هتضرب الرو في الفوليوم بتاع الكوره الاصليه للتشارج الكبيره دي، يبقى احنا كده حسبنا في الريجون اللي بره. الكيو في الحاله الثالثه، الكيو اللي موجوده هنا في حاله الشل، احسبها ازاي؟ انا عندي رو مالي الريجون دي كلها اللي هي ما بين A و B، يبقى الكيو اللي هتبقى موجوده هنا هتبقى رو فوليوم الكوره اللي عند راديوس B اهو، ماينس فوليوم الكوره اللي عند راديوس A. فبدل ما انا احفظ معادلات فيها الشكل ده، الاشكال بتاعت دي، لا انا ابقى فاهم ان انا وانا بره طالع لي كيو، التوتال تشارج انسايد، التوتال تشارج انسايد اقدر احسبها رو في الفوليوم على طول بتاع الكوره او الشكل اللي عندي. طب بقى لنا لسه حاجتين اللي هم شكلهم مش كي كيو على ار سكوير. الشكل ده لو انا عند ار اقل من ار كابيتال بيطلع شكل مشهور اللي هو رو ار على 3 ابسلون نوت، ممكن واحد يبقى حافظه خلاص لان هو معادله صغيره وسهله رو ار على 3 ابسلون نوت، وممكن واحد يقول لا انا عايز برضو تبيني لي هو ازاي هو برضو كي اي كيو على ار سكوير. هقول لك اوكي، لو انت بدات من دي كي اي كيو هتدور على كيو انسايد، هتكون واخد جوز سيرفيس ليه راديوس اسمه ار سمول، وهتدور على التشارج الانسايد. ففي الحقيقه قدامك طريقتين تحسب بيهم التشارج الانسايد، واحده منهم ان انا اقول اه طب ما انا اضرب الرو في الفوليوم الصغير ده رو في 4 على 3 باي ار كيوب، لو عوضت بالتعويضه دي عملت السبستيتيوشن ده في المعادله دي هتوصل لرو ار على 3 ابسلون 1، دي طريقه. والطريقه الثانيه انك تقول انا عايز احسب التشارج اللي جوه الكوره الصغيره دي، وانا اوريدي عارف التشارج اللي جوه او اللي موجوده على الكوره الكبيره كلها، فتقول ان اذا كانت التشارج اللي على الكوره كلها ماليه فوليوم، والفوليوم انا عارف انه بيتحسب بار باور 3، يا ترى التشارج اللي جوه جو السيرفس بتاعي اللي انا مسميها كيو ان دي، هي التشارج اللي جوه جو السيرفس الصغير، وجو السيرفس الصغير الراديوس بتاعه ار سمول، فالفوليوم بتاعه هيبقى مرتبط بار باور 3، وتقدر تجيبها بالكروس مالتيبليكيشن. يبقى الكيو ان ممكن تحسبها على طول من الكيو اللي على الكوره كلها انها ار باور 3 على ار باور 3، ودي ايكويجن برضو مشهوره ممكن استخدمها لو انا هدفي اني احسب ارقام، لو انا هدفي ان انا احسب ارقام مش اعوض، ممكن اكتب كده، اكتب دي كي كيو على ار سكوير كي كيو ان على ار سكوير، وكيو ان دي هي كام؟ مش الشحنه بقى كلها، لا هي التشارج الكليه بس مضروبه في ار باور 3 مقسوم على ار كابيتال باور 3، ده لو هدفي اني احسب ارقام. ساعات بيبقى الايكويجن بتاعت رو ار على 3 ابسلون نوت مهم ان انا ابقى حافظها. مين بقى لنا تاني؟ الزيرو ده، الزيرو ده بيطلع امتى؟ لو انا عند ار اقل من ايه، يعني لو انا جوه الشيل دي خالص، خلاص ما فيش هنا الكتريك فيلد، اوكي. والريجون اللي في النص اللي هو لو انا عند ار اكبر من ايه واقل من بي، هتلاحظ ان عندي كي اي وبقسم على ار سكوير. طب ايه التشارج اللي موجوده فوق دي؟ اه ما هي دي التشارج انسايد، لو انت خدت جو السيرفس بتاعك هنا هتلاقي نفسك محتاج تحسب الفوليوم ده، والفوليوم ده بحسبه ازاي؟ زي ما عملت معاكم الشل من شويه. اوكي، بعد الوقت ما خلصنا السفيريكال سيمتري الاشكال الكرويه خلاص خلصناها، عايزين نتاكد انه السلندريكال سيمتري او الاشكال الاسطوانيه احنا فاميليار بيها وعارفينها. فانا هنا مكمله الترقيم بعد ما عملت 1 2 3 الاشكال الكرويه، هكمل 4 5 6 اللي هم الاشكال الاسطوانيه. فعندي سلندريكال سيرفيس اللي هو سطح اسطواني، وعندي سلندريكال فوليوم اللي هو حجم اسطواني، وعندي سلندريكال شيل اللي هي قشره اسطوانيه. في الاول عايزه ااكد ان احنا فاهمين السلندريكال سيرفيس يعني ايه، يعني التشارج موجود على السيرفيس من بره بس، فاللي هو على السيرفيس السايد اريا دي، فانا متوقع ان هو يديهالي بالسيجما اللي هي كولوم بير متر سكوير. وبالنسبه للفوليوم انا عندي هنا الفوليوم كله اتشارجد، فهو هنا هيديني المفروض رو اللي هي كولوم بير متر كيوب الفوليومتريك تشارج دنسيتي.
والشيل لو سمينا الراديوس الانر الداخلي ايه والراديوس الاوتر بي، فالفوليوم للشارج اللي عندنا اللي هو الفوليوم ده اللي هو ما بين السيلندر اللي جوه والسيلندر اللي بره، جوه فاضي خالص ما فيش اي تشارج اوكي، لكن التشارج موجوده في الفوليوم الان بتوين، فبرضه هنا المفروض يديني رو كولوم بير متر كيوب. الفكره كمان غير ان هو يديني هنا سيجما ولامدا ورو، علشان الاسطوانات دي او السلندريكال سيمتري هي اشكال طوليه، يعني انا اقدر اقول لو انا واخد 1 متر من الاسطوانه دي التشارج فيها كام، ده هو اللي اسمه لامدا اللينير تشارج دنس. فممكن بدل ما يديني لامدا وسيجما ورو، عايز اتاكد ان انت عارف ازاي تربط اللامدا اللي هي التشارج اللي موجوده في 1 متر كولوم بير متر، اليونت بتاعتها كولوم بير متر، او تقدر تحسبها هي ايه التشارج اللي موجوده في السيلندر على اللينس بتاع السيلندر دي. الكلام ده هيحصل معانا في السيلندرز بالذات، دي واحده من التريكي بوينتس او من النقط اللي هي بيلعب بيها ساعات، انه الاسطوانه علشان هي شكل طولي يقدر يديني لامدا حتى لو هي سيرفس او فوليوم او شيل او اي حاجه. تعالى اعمل معاك دلوقتي ازاي هنريليت السيجما واللامدا والرو، ازاي هنربطهم الثلاثه ببعض. انا هاجي اقول المفهوم اللي انا فاهمه اهو، لامدا المفروض لو عايز احسبها في اول حاله هي ايه، احسب التشارج اللي موجوده في السيلندر، لو السيلندر دي اللينس بتاعها ال والراديوس بتاعها نصف القطر بتاعها ار اوكي، فهاجي احسب التشارج اللي عليها واقسمها على اللينس. طب التشارج اللي عليها اعملها ازاي؟ انا محتاج السايد اريا، السايد اريا بتاعت السلندر لو تفتكر قلنا هتبقى سيجما تتضرب في السايد اريا اللي هي 2 باي ار في ال، بقسم على ال لاني عايز اجيب اللامدا، فهتلاقي ال تكنسل من فوق وتحت ويطلع لي لامدا هي عبارة عن سيجما في السيركمفرنس اللي هو 2 باي ار. الراديوس بتاع السلندر دي اللي هي التشارج سلندر كونستانت طبعا، يعني مثلا نصف قطرها متر او 2 متر او اي رقم، والسيجما كونستانت، فبتلاقي الحسبة دي كلها لما تحسبها سيجما في 2 باي ار هيطلع شيء كونستانت واليونت بتاعته كولوم بير متر. طب ما هو ده الديفينيشن بتاع لامدا، اللي هو لو انا واخد متر من السطح الاسطواني ده او من السلندريكال سيرفيس ده هيبقى التشارج فيه كام؟ يبقى دي هي الريليشن اللي بتربط اللامدا بالسيجما. طب بالنسبه للسلندريكال فوليوم، هاجي اعمل نفس الطريقه واقول لك ان لامدا دي المفروض احسبها ازاي، هي التوتال التشارج اللي في السلندر على اللينس بتاعها، لو اللينس بتاع السلندر ال والراديوس بتاعها ار، بس انا فاهم ان التشارج دلوقتي متوزعه along الفوليوم على الفوليوم ده كله everywhere في الفوليوم في كل مكان في الفوليوم، يبقى انا المفروض احسب الكيو اللي في السلندر دي هي رو في الفوليوم بتاع السلندر. طب الفوليوم بتاع السلندر كام؟ الكروس سكشن باي ار سكوير مساحه المقطع في الطول او الهايت، نقسم برضو على ال يطلع لنا انه لامدا هي رو في الكروس سكشن اريا. يبقى لما تحسب اليونتس بتاعت الكلام ده ار كونستانت اللي هو الراديوس بتاع الاسطوانه المشحونه اللي عندي، ورو كونستانت اللي هو الفوليومتريك تشارج دنسيتي اللي عليها، هتلاقي الحسبه دي كولوم بير متر. طب ما هو ده التشارج اللي موجوده في 1 متر من السلندر دي، يبقى ده هو اللامدا. تعالى نحسب اللامدا في الحاله الاخيره هنا، لو انا عايز اتكلم على السلندريكال شيل وانا بقول انها تشارج برو، رو موجوده في الفوليوم، هنتكلم بنفس الطريقة، هتلاقي إن أنت محتاج تضرب رو في الكروس سكشن ده. أوكي، الكروس سكشن ده مشكلته إيه؟ ده ما هوش دايرة، ده دايرة ماينس دايرة، يبقى لازم أحسب السيركل الكبيرة، يبقى باي بي سكوير ماينس الدايرة الصغيرة باي اي سكوير، يبقى أنا كده ضربت رو في الكروس سكشن أريا، لسه طبعًا المفروض أضرب في ال وأرجع أقسم على ال، فيبقى خلاص أنا دلوقتي بقيت اقدر اجيبها كده على طول، هتطلع ان هي دي الريليشن بتاعه لامدا كولوم بير متر. الثلاثه ريليشنز دول انا هبروزهم عشان دول مهم جدا ان انت تبقى عارفهم، انه لو ادالك السيلندر تشارجد بلامدا، يعني يجي يقول لك سيلندريكال سيرفيس وتشارجد بلامدا، تقدر تحسب السيجما كده
من اللامدا. ولو قال لك cylindrical volume charged بلامدا تقدر توجد الرو باستخدام الايكويجن دي. ولو قال لك cylindrical shell charged بلامدا تقدر برضو تريليت اللامدا مع السيجما بالايكويجن دي. الثلاثه ايكويجنز دول هيبقوا مهمين كشكل عام وفهم عام لانه ايه السلندر سواء الدهاني سيرفيس او فوليوم ممكن يديها لي انها تشارجد بلامدا اللي هي اللينير تشارج دنسيتي. طيب اوكي، دلوقتي هنرجع بقى نرجع للطريقه السحريه بتاعتي ان انا بقى عايز اوريك ازاي بحل السلندريكال سيمتري لاي شكل. هاجي اقول ان انا الايكويجن نمبر 2 اللي قلت عليها انها فيري امبورتنت اللي هي لما كان عندي واير كنت قلت ان شكلها 2 كي لامدا على ار. طيب اللامدا ده كان مين؟ هو اللينير تشارج دنسي او التشارج اللي موجوده في 1 متر على الواير ده. طب ما انا اكيد اقدر ابص على لاي سلندر على انها زي واير، بس هقول انه اللامدا دي دلوقتي المفهوم بتاعها اللي انا فاهمه عنها ان هي التشارج كيو اللي جوه جوه السيرفيس وموجوده في 1 متر، الموجوده في لينس 1 متر. يبقى انا هقدر استخدم المفروض الايكويجن دي انه اي بتاع اي سلندر هو 2 كي اي كيو انسايد جوه السيرفيس وموجوده في لينس 1 متر واقسم على ار. تعال نحاول نطبقها في حالة السلندريكال شيل اللي قلنا عليها. أنا فرضت دلوقتي إن عندي سلندريكال شيل تشارج أهي برو أوكي، والتشارج موجودة ما بين الإنر ريديوس اسمه إيه والأوتر ريديوس اسمه بي، وعايز أحسب فريجن بره خالص لو أنا عايز أحسب عند أر أكبر من بي. هعمل إيه المفروض؟ هاجي آخد جاوس سلندر بره ليها ريديوس أر أكبر من البي. طيب بعد كده هكتب ايه؟ هكتب الايكويجن بتاعتي دي. ابقى انا كده بدور على اني بدور على التشارج اللي موجوده في 1 متر، او ممكن لو واحد ما حفظش اللامدا والحاجات اللي انا قلتها من شويه يقدر يتخيل ان هو واخد جو السيرفس بتاعه طوله 1 متر ويحسب التشارج اللي موجوده جوه ال 1 متر ده، هيلاقي ان التشارج هتبقى عباره عن ايه؟ ما دام انا شغال مع سيلندر محتاج اعمل رو في الفوليوم. طب الفوليوم بتاع اي سلندر هيبقى عباره عن ايه؟ الكروس سكشن اريا، هي دي اللي هدور عليها الكروس سكشن اريا. وطبعا بضرب في الهايت، بس الهايت 1 متر لاني عايز احسب التشارج اللي موجوده في 1 متر. فهتلاقي انه الرو لو اتضربت في الكروس سكشن اريا ده اللي هو باي دي سكوير ماينس باي اي سكوير، وده على فكره اللي احنا لسه جايبينه من شويه وقلنا هو اللامدا ده اللي موجوده على السلندريكال شيل دي، يبقى المفروض الاكسبريشن بتاع الالكتريك فيلد هيطلع بالظبط زي الواير لو احنا اتفقنا خلاص وبقينا فاهمين ان دي هي لامدا اللي على الشيل. بس لامدا اللي على الشيل هتبقى كلها معايا لو انا بحسب بره خالص. تعال نشوف لو احنا بنحسب عند ريجون جوه شويه، وهفرض ان انا عايز احسب ما بين A وB، يعني عايز احسب هنا ما بين A وB. فهاجي اخد نفس الايكويجن بتاعتي هستخدمها برضه هي هياها، وهستخدم جو السيرفيس بتاعي المفروض يعدي هنا بالظبط يكون ليه ريديوس ار ما بين الاي والبي، وهركز على انا عايز احسب التشارج اللي جواه اللي جواه جو السيرفيس وخلال لينس 1 متر. زي ما بقول لك تقدر تتخيل انه جوس ده طوله 1 متر، الجوس يعني سلندر دي طولها 1 متر. يبقى بمنتهى البساطة انت رو محتاج تضربها في الكروس سكشن اريا وهتضرب في الهايت اللي هو 1، يبقى الكروس سكشن اريا اللي انا بدور عليها هي دي بس اللي جوه جاوس سلندر. الكروس سكشن اريا دي احسبها ازاي؟ هتبقى الدايرة الكبيرة اللي ليها ريديوس ار بتاع جاوس والدايرة اللي جوه اللي ليها ريديوس سميناه ايه، يبقى اقدر احسبها كده اخد دي على طول اللي هي اللي انا جبته واعمل بيه سبستيتيوشن هنا، ابقى طلعت الالكتريك فيلد كده بهذه البساطه. وانا متخيل ان الشيء اللي طالع لي فوق هنا هو رو مضروب في كروس سكشن اريا، ده كده اليونتس بتاعته كولوم بير متر اللي هو التشارج اللي موجوده في 1 متر جوه جاوسيان سيرفس. يبقى الفيمس شيبس بقى لو رجعنا لها اللي احنا قلنا سلندريكال سيرفيس او سلندريكال فوليوم او سلندريكال شيل
كل دول هتلاحظ ان انت لو انت براهم خالص عند، لو انا فرضت ان الريديوس زي ما سمينا ده الريديوس بتاعه ار كابيتال، وهنا الريديوس ار كابيتال، وهنا قلنا في ايه وبي، اوكي. فلو انت بتحسب بره خالص عند ار اكبر من ار كابيتال، لازم هيطلع لك الشكل اللي هو زي الواير 2K لامدا على ار، هنا 2K لامدا على ار، هنا 2K لامدا على ار. بس اللامدا نفسها بتتحسب ازاي؟ هي دي اللي مختلفة. لو التشارج متوزعة على سيرفيس زي كده، يبقى اللامدا دي المفروض هي سيجما في السيركمفرنس، اللي هي سيجما مضروبة في 2 باي ار. لو متوزعة على فوليوم هي رو في الكروس سيكشن اللي هو رو باي ار سكوير. هنا هيبقى برضو ما دام متوزعة على فوليوم اللي هو رو، يبقى هتبقى عبارة عن رو في الكروس سيكشن اللي احنا حسبناه برضو مع بعض، اللي احنا لسه عاملينها. وقلت لك تأكد ان انت عارف الثلاثة اكسبريشنز اللي بروزناهم. طبعا وانا شغال جوه السيرفيس ار، لو انا عند ار اقل من ار كابيتال الالكتريك فيلد بزيرو، لان لو خدت جاوسيان سيرفيس جوه كده هبقى في الهواء. هنا هيطلع لنا اكسبريشن رو ار على 2 ابسل نوت، وده اكسبريشن شهير زي بالظبط بتاع السفيريكال فوليوم. ما بيطلع رو ار على 3 ابسلون نوت، ده بيطلع رو ار على 2 ابسلون نوت. حاول تعملها كاكسرسايز كده، ان انت تبداها ب 2 كي اي تشارج ان 1 متر، لتشارج ان 1 متر على ار، وتوصلها للشكل ده. ودي طبعا الاكسبريشن ده احنا لسه برضو عاملينه مع بعض بتاع السلندريكال شيل. فالهدف يعني من الريفيو السريع اللي انا عاملاه ده، الملخص ده، ان انا عايزاك تتاكد ان المعادلات فاميليار، وان انت تبقى وانت بتشوفها مش حاسس انها حاجه غريبه. وطبعا الحاجات الاساسيه اللي عايزين نركز عليها دلوقتي، انه الفلكس هو اي دوت اي، دي ايكويشن لازم احفظها، اي اي كوزاين ثيتا. لو بحسب على كلوزد سيرفيس فهيبقى التشارج انسايد على ابسلون نوت. جاوس لو نفسه شكله ايه بالظبط؟ عارف شكله. الثلاثه ايكويشنز اللي انا قلت عليهم ان هم بالنسبه لي يعني مفاتيح احل بيهم كل الاشكال وكل المسائل، الثلاثه ايكويشنز الاساسيين دول. هسيب لكم طبعا الورقه الملونه الجميله دي، ان شاء الله يكون السمري ده ساعدكم كتير على ان انتوا تقربوا الموضوع. وهسيب كمان الورقه دي اللي هي فيها، هتلاقي الثلاثه السفيريكال فوق كلهم، سفيريكال سيرفيس، سفيريكال فوليوم، وسفيريكال شيل، والثلاثه السلندريكال محطوطين تحت هنا. بس انا بدل ما اكتب دي لامدا، قلت اكتبها لكم كده عشان تبقوا عارفين شكل اللامدا ايه، كاني جمعت المعادلات اللي كنت عاملاها في البراويز هنا في نفس الحاجه، لكن انت فاهم ان دي لامدا وان دي لامدا وان دي لامدا. لو اداها لنا، واقول لكم ثانك يو، باي باي.